بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الانتي ميتابلايتس، واول حاجه منها البايريميدين انتاجونست. النهارده بقى هنتكلم على حاجتين. اول حاجه البيورين انتاجونست، لازم تبقى فاميليار كده. البيورين رينج، البيورين رينج دي بتترسم ازاي؟ ده وهنا ال H دي اللي مكانها بيبقى فيه الرايبوس شوجر اللي بيتحط فيه ايه الفوسفيت هنا كده. ايه تبدأ الترقيم من هنا، 1 2 3. البيورين رينج دي بقى بيطلع منها 2 نيتروجينيس بيس مهمين جدا جدا، هو يا اما الادينين والادينين ده بيبقى طالع منه NH2 كده، يا اما ده كده ادينين اللي هو الشكل ده، يا اما جواني. مش عارف الصراحة هو اصلا في رسم ولا لأ، بس كده كده الاستراكشر ذات نفسه ده مش علينا، بس مهم جدا عشان نعرف، لان الادوية اللي احنا بنستخدمها تبقى شبه البيورين فتمسك مكان الحاجات دي او تعطل لي انها تعمل الحاجات دي، يا اما مكانهم هيبقى فيه الجوانين هي بس ايه عنده هنا او وهنا NH2، يعني في NH2 برضو بس هنا، وعنده هنا الايه الكربونيل دي ودي زي دي. تمام شكل مهم ده، خلاص ان ده البيورين رينج اهو، بيطلع منه يا اما ده ادينين يا اما ده جواني. بس اتكلم عن اول دواء معانا بقى في المجموعه دي اللي هو ايه السكس مير كاب تو بيورين. خلاص احنا عارفين شكل البيورين بقى، تعال نقول سكس ميركابتو اللي هي الايه الميركاب دي بتيجي مع السلفر اس اتش 2 وعلى على البيورين، يبقى الستة فيها اس اتش 2 على البيورين. نيجي نرسمه، يبقى البيورين رينج اهو، وهنا احنا بدأنا هنا هنا ستة هنا هنا كده في ثانية واحدة. سكس ميركابتو بيوري، سوري. ايه بقى المختلف؟ هو حاجة شبه بدل ما كان هنا مثلا زي الأدينين في هنا او، حط هنا اس اتش بس كده اس اتش، وهنا في كده 6 ممبر درينك. خلي بالكوا بقى عشان دي مهمة، افرض الدكتور جابتها كده، هي دي مش موجودة مثلا في السلايد بس هي هي، لازم ناخد بالنا اهي هي اهي، المهم الجاية عاملة كده. لازم ناخد بالنا ان دي هي دي، بس حصل ايه توتوماريزم هنا، الاتش دي بدل ما كان هنا نزلت هنا دبل بوند، والايه والاتش دي راحت هنا كده توتوماريزم عادي بتاع، عشان بس ايه نبقى عارفين. يعني لو جالنا الاستراكشر ده هو برضو 6 ميركابتو بيوري، ال 6 ميركابتو بيوري نورين ده بقى إيه هو كذات نفسه كده، هو برودراك لازم اول حاجه يحصل له اكتيفيشن. الاكتيفيشن ده بيتعمل ازاي؟ السكس ميركابتو بيورين ده بقى برو دراج، يعني لازم يحصل له ايه اكتيفيشن او بايبر كيرسر. هو بيخش الجسم، ايه الحاجه الوحيده اللي بتحصل له؟ ان هو بيتحط له زي كانه اي دي ان ايه، كانه اي دي ان ايه نيتروجينيس بيز
بيروح بالانزيمز يتحط له الايه الشوجر ده اللي هو الريبوس شوجر بتاعنا، وكمان يتحط له الايه الفوسفات جروب. تمام. والفوسفيد جروب، وده كده هيبقى 6 ميركابتوبيورين بقى اسمه 6 ثايو اينو زينيت. ال 6 اينو ثايو اينو زينيت ده هو ده، او 6 تي اي ده المشهور، هو ده الاكتيف فورم. ده كده برو دراج لما يجي، وده كده الاكتيف فورم بيحصل له ايه، بنحط له رايبوز شوجر، والرايبوز دي ماسك فيها ايه 1 فوسفيد مونو فوسفيد. تمام. ال 6 ثايو ايزوزينيت ده بقى، معلش جبت من السلايد عشان تبقى اوضح، ال 6 ثايو ايزوزينيت ده بيروح يعمل لي ايه، بيوقفني بيروح هنا كده ينهبت ان ده يتحول لحاجتين، ده اللي هو الايه اسمه انوسيتيل مونوفوسفيت الاينوزين او سوري اينوزين مونوفوسفيت. ده في العادي بيتحول للادينين مونوفوسفيت، ده اصلا بيورين واحد من البورين بيز بتاعتنا، او بيتحول لحاجه اسمها زانسين مونوفوسفيت اللي بيتحول لجوانين مونوفوسفيت، وده تاني واحد معانا. احنا معانا ده كده، يبقى هو لما ال 6 تي اي ده انهبيتور الدواء بتاعنا ده يروح يمسك في الانزيم مكان الاينوزين مونوفوسفيت، هو بيشتغل ازاي، هو شبهه، فبيروح يمسك مكانه في الانزيم اللي المفروض يحول لي الانوزين مونوفوسفيت لادينين مونوفوسفيت، او يحول لي الانوزين مونوفوسفيت لزانسين مونوفوسفيت اللي في الاخر بيتحول لجوانين مونوفوسفيت، فبيمنع لي في الاخر تكون الادينين مونوفوسفيت والجوانين مونوفوسفيت، يعني التو بيورينز ما بيعرفوش اصلا يتكونوا، وده طبعا بايه بي بي بيمنع لي تكوين الدي ان ايه الاول، وبيموت لي الايه الكانسر سيلز بتاعتي. دي طريقه اللي بيشتغل بيها الميركابتو بيورين. يبقى تعالى نراجع كده بسرعه من السلايدز. والميركابتو بيورين ده هو شكله، اتفقنا، وان الاس اتش دي ممكن يحصل عليها توتيمرزم. الثايوجوانين هو الميركابتو بيورين وبيشتغل بكل حاجه، عشان بس الثايوجوانين مكتوب بس مش بيتقال عليها حاجه، بس عندها ان اتش 2 هنا كده، يبقى لو عندها ان اتش 2 كده يبقى ده كده اسمه ثايوجوانين. لازم يحصل لهم اكتيفيشن، قلنا وقلنا بيحصل لهم اكتيفيشن عن طريق انهم بيبقوا بالريبونوكليوتايد مونوفوسفيت بتاعهم. ال 6 تي اي ده اللي هو ثايو ايزونيت بيعمل انهبيت ذا كونفرجن اوف، قلنا الانزيم مونوفوسفيت ده مهم جدا عشان بيتحول اول حاجه ادينين مونوفوسفيت دايركتلي، فهو بيوقف الخطوه دي، وكمان بيتحول للزانثين مونوفوسفيت اللي هو في الاخر بيتحول للايه للجوانين مونوفوسفيت، فهو بيوقف لي التحول بتاع حاجتين، او بيوقف لي ان النسيم مونوفوسفيت ده يتاخد بالانزيم فيوقف الادينين مونوفوسفيت تعمل، والزانين مونوفوسفيت الزانين مونوفوسفيت اللي هو في الاخر بيديني ايه جوانين مونوفوسفيت. دي اول حاجه تتكلم. تاني حاجه في الدراج ده على الكاتابوليزم بتاعه، عشان مهم جدا جدا انه بيتكسر في الجسم، بيديني حاجات لازم ناخد بالنا منها. ايه اللي بيحصل بقى، بيقول لك ان الميتابوليك ديجريديشن بتاع ال 6 ميركابتو بيورين ده لما بيخش الجسم بيحصل له اوكسيديشن بحاجه اسمها اكزانثين او زانثين اوكسيديز، بيروح هنا كده يجي له اكزانثين اوكسيديز يحط له او اتش هنا بس كده عند بوزيشن 2، يقوم جاي حاطط له هنا كده او اتش، وبعدين يقوم جاي عامل الدبل بونز دي يعمل لها اوكسيديشن زي بالطريقه دي كده، ويحط هنا كمان او بالجزانسين اوكسيديز تاني. نخلي بالنا بس عشان الاو دي ممكن برضو تعمل توتيمرزم، بدل ما هي كده تعمل لي كده مثلا تبقى او اتش وفي هنا دبل بوند مثلا او هنا دبل بوند. تمام. ايه يعني المشكله، المشكله بقى ان هو ده بيديني حاجه اسمها الكومباوند ده كده، ده كده اسمه 6 ثايو يوريك اسيد، وده كومباوند بيعمل جوت وبيعمل مشاكل كتيره جدا في الكبد، فلازم احط معاه حاجه توقف لي الفورميشن بتاع الايه بتاع الثايوريك اسيد ده، فحطه معاه حاجه اسمها الو بيورينول، هنشوف الاستراكشر بتاعه دلوقتي شغال ازاي، وده انهبيتور بتاع زانثين اوكسيديز، واصلا الالو بيورينول ده دواء اصلا للجوت في حد ذاته لوحده يعني، فلازم لو هدي 6 ميركابتو بيورين اديه مع الو بيورينول، دي لازم اخد بالي منها. تمام. الالوبيورينول بقى لو خدنا بالنا كده هنلاقيه شبه قوي الايه، هو بيورين في الاخر شبه برضو 6 ميركابتو بيورين، فالاكسانتين اوكسيديز يروح يمسك فيه بدل ما يمسك في الايه في 6 ميركابتو بيورين، ويوقف الزنزين اوكسيديز بتاعنا ده.
ايه بقى الاختلاف؟ بس ان اولا نخلي بالنا، سوري نخلي بالنا، دي مش بيورين رينج. ليه مش بيورين رينج؟ وناخد بالنا من النقطة دي كويس، لان هنا التو امز جنب بعض، ده مش اميديازول رينج. في العادي البيورين رينج زي ده كده، الان هنا وبعد كده الان في ما بينهم كربون، هنا مفيش كربون، هما جنب بعض على طول. دي بايراميدين بايرازول رينج، مفيش الايه الكربون الفرقه دي، عشان كده اسمه الو. الو ده يعني ايه؟ شبه البيورين. وقول عشان الاو اتش اللي موجوده في ايه، في 6 بوزيشن. يبقى هو الفرق ما بينه وما بين ال 6 ميركابتو بيورين، ان اول حاجه هنا في اس اتش، هنا في او اتش، وتاني حاجه ان الرينج دي مختلفه، دي اميديازول ودي تقريبا بايرازول، جنب بعض، التو انز جنب بعض. ده زي ما قلنا في العادي هيحصل له اوكسيديشن مره ويديني هنا او اتش، يحصل له كده سوري هيدروكسيليشن اول حاجه، وبعد كده اوكسيديشن للدبل بونز دي يديني حاجه اسمها ثايو يوريك اسيد. ليه؟ ما في يوريا هنا. ثايوريك اسيد ده توكسيك وبيعمل جوت، فعشان كده بنحط معاه الايه، الو بيرينول اللي هو شبهه شويه بس مش ايه، بس الرنج التانيه مفيهاش ام ديازول وفي هنا او اتش، بيروح يا ايه بقى اكزانثين اوكسيديز انهيبيتور اللي هو الالو بيرينو. اهو ادمنستر ادجيفنت مع السكس ميركابتو بيورين دي عشان يوقف النيفروتوكسيستي، وبيعمل نيفروتوكسيستي اند اكيوت جوت ريزلتنج فروم يوريك اسيد كدني توكسيستي. هو بيطلع، لان الثيوريك اسيد ده بيطلع بكميه كبيره جدا، فبيروح يعمل لي نيفروتوكسيستي وبيعمل لي جوت، فانا بحط معاه الايه، الالو بيرينو. شكرا.